خير ان شاء الله. سي محمد ما يولي شفناش تيموت على شي حاجه. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى يا ربي تكونوا كل شيء على خير وبخير، وان شاء الله يا ربي تكونوا في صحه جيده. مهم، اللي كيدخل عندي اول مره ما ينساش انه يضغط على زر الاشتراك وزر الجرس باش يبقى يتوصل باي جديد ديالي، وان شاء الله ينضم العائله ديالي. صراحه بيكم بغيت العائله تكبر، بيكم بغيت لي فيديو ديالي تبارطاجوا ان شاء الله، وهكا ويكونوا الناس عبره. وصراحه والله الا ما كرهتش انني نهار اللي درت هاد لي فيديو هادو بغيت غير نبقى نشارك معكم هكا حياتي، نبقى هكا نشارك معكم وصفات اللي هما بسيطه، نشارك معكم العيشه ديال الناس الدراوس، نشارك معكم يعني كيف تيكون الانسان وكيف تيرجع وهذا. مهم، هذا الشيء ماشي موضوعنا اليوم، حيت موضوعنا اليوم الطبخ ان شاء الله. سي محمد ما يولي شفناش تيموت على شي حاجه سميتها الشفنج، وانا مع الشفنج خاصني بزاف ديال الطرق وهذا، تنبغي انا شي حاجه اللي ساهله. الصراحه كنت فايته درته وكنت حطيته معاكم، واليوم جبت واحد البيني اللي هو ساهل غادي نديروه معاكم. هو قال لك لا انا بغيت نشد الشفنج ونقلي وناكلو هذا. المهم انا غندير البيني، ولكن راكم عارفين ماما عادي، المهم غادي تصحاب لي هو الشفنج وداكشي، ولكن راه بصح راه ما داخو بحالو بحال السفنج ولا السفنج ولا اش كتقولون. المهم دابا غادي نشارك معكم هذا الشيء اللي غادي نديرو ان شاء الله في البيني، وغادي تشوفوا معايا. صراحه داك الشيء ساهل وتيكون في مناول في متناول جميع. وشوفوا معايا هذا الكاغيط هذا، الصراحه قلت شويه غنبدل الديكور ونيت على ود البروده قتلاتني. المهم دابا غادي نشارك معكم شنو غادي نحتاجو. بلاتي دابا غادي نشارك معكم المقادير اللي غادي نحتاجو. غادي بالنسبه للنكهه انا بغيت ندير الليمون هكا، نحط النكهه ديال الليمون. غادي نحتاجو بيضه، غادي نحتاجو الزيت، غادي نحتاجو الخميره الفوريه، غادي نحتاجو الملح. حاولت يعني ندير المكونات اللي كاينين في البيت، حيدت الخميره الاخرى والفاني، قلت ندير شي حاجه اللي في البيت. غادي نحتاجو الحليب، غادي نحتاجو الخل، وغادي نحتاجو السنيده. هادو هما المكونات. وغادي نحتاج انا غندير الكميه اللي بغيت، غادي نحتاج 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق. تجبشي ليا تجبشو ليا الاسماء. المهم دابا بسم الله غادي نبداو بالعجين. كيف ما قلت لكم هنا 3 الكؤوس ديال الفرص، وكيبقى نتوما على حسب الكميه. غادي نزيدو البيض، البيضة نحاول ندير واحد الحفيره هنا باش نبقى نزيد فيها المكونات على هذه الطريقه باش تجيني سهله. غادي نزيدو السنيده 3 المعالق، انا غادي كل واحد يدير على حسب الذوق، انا الصراحه غندير 3 المعالق هكا. بالنسبه للزيت غادي نزيدو حتى هو 3 المعالق، ثم يكونوا هكا معامرين. غادي نزيدو شويه ديال الخل، شويه من القياس اللي كتبغيو نتوما، كاع على ود الزفر ديال البيض وهكا باش يجينا مفشفش. وغادي نزيدو الخميره، غادي نحلها معاكم الخميره الفوريه. غادي نور غادي نزيدو هكا معلقه بهذا الشكل هذا صافي. وبالنسبه للنكهه غادي نديرو حتى شويه ديال الليمون، غادي نتحدي صراحه هو كتجي ريحته واعره عاطيه زوينه بالنسبه للنكهه ديالو. صافي، وانا دائما اللي كتلاحظوا معايا كنسى الملحه. غادي ندير واحد شويه،
هكا عائلته صحيح الذوق وصافي. والحليب ديالنا هو اللي غادي نجمع به العجينه ديالنا. صافي غادي نخلطوا داك البيض وداك الزيت وداك الشيء. صافي دابا غادي نحيد هاد العاصق هادي وغادي نبدا نجمع بالحليب. صافي غادي نجمع العجينه وغادي نرجع معاكم. مهم من بعد ما جمعت العجينه ديالي الصراحه ربقيت عليها كندلكها مزيان، دلكتها حتى دلكتها مزيان 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 حتى ولات هكا باش يجينا ساهل ملي نبغيو نديروه. ودائما العجينه الا بغيتوها تجيكم ساهله هكا نفزقها بالزيت. صافي وغادي ندير لها على هذا الشكل هذا وغادي نخليها في بلاص بلاستيكه. غادي ندير هكا البلاستيكه هذه صافي. وغادي نخليو لها شويه ديال فين تزاد تنفخ لينا وتهوى حيت غنخليوها تخمر تقريبا شي ساعه. وانتم عارفين مع البرد دابا راه خاصها ساعه ونص عاده باش تخمر. ونرجع معاكم البنات. هاي العجين ديالنا هكا نحاول ندخلو كاع هداك الشي، نحاول ندلكوها من الاول. صافي نديرو شويه الطحين باش بيه هكا سطح العانيت. صافي وغادي نخدمها، غادي نديروها بيدينا حتى منحسوش راه بقى عندنا جابو. غادي نسرحها بالمدلاك. مهم هانتوما من بعد ما نقرصو نخليو شويه هكا العلو ديالها هكا ما نقرصوهاش بزاف. المهم هانتوما غادي نشدو، انا شديت هذه العشك الوريده وعندي هادو غادي نخدم بهم بجوج نخدمو بهم. صراحه كنت بغيت ندير هاد الكاس وما سلقش ليا داكشي علاش نديرو هادو. عاوتاني شويه من هادو. صافي غنستمر على هاد الشكل وغنخليهم واحد شويه يرتاحوا عاد نقليهم. المهم ها نتوما من بعد ما حطيت الزيت سخن غادي نحاولوا نزوهم هكا ونبقى بعيده. صافي غنخليوها تقلى معاهم ملي تاخذوا الصراحه الوقت ونقلبوها حتى تحمر وغادي نرجع لكم النتيجه النهائيه. المهم ها هو الفيني ديالنا كما قلت السي محمد هذا راه السفنج، هذا راه القلي ديال السي محمد صراحه ماشي ديالي هو مسكين اللي خدام داك السي قال لك تيموت بغا يشوفني تولي شوفني صافي تيدير لي زربه خلاص زربه خلاص سالي. المهم ها هو شوفوا تيجي الصراحه تيجي مفشفش. انا درت عليه السنيده وحلت لي. هانتوما لو بغيتو تعمروه بشي حاجه الصراحه راه كيجي خاوي من هنا شفتو. الا بغيتو تعمروه ولا شي حاجه بالشوكولاط ولا هذا تعمروه. هو سي محمد ما بغاش قلت له نديرو غير شويه السنيده قال لك نديرو غير شويه السنيده حيت المريض وشان بغي يدير له خاطره ولكن حتى هو مسكين تيدير خاطر. المهم هذا هو القلي ديالي الصراحه كنت انا خايفه من الزيت وخايفه عليه ولكن الحمد لله داز كل شيء الحمد لله. ونتمنى يا ربي يعجبكم هذا الفيديو ونخليكم في امان الله وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. ما تنساوش لايك كومونتير زوين.